كشفت الحكومة اليمنية عن وجود نحو 2.5 مليون طفل خارج العملية التعليمية نتيجة التسرب من المدارس أو عجز عائلاتهم عن تعليمهم لأسباب عديدة تتصدرها الظروف الاقتصادية المتدهورة. وفيما يرفض كثير من الأطفال المتسربين الحديث إلى الصحافة، عبر البعض بكلمات مقتضبة عن الفقر الذي قذف بهم من المدارس إلى بيئة العمل. درست لا ثاني ثانوي، ما كملت دراستي لأنه يعني ظروفي صعبة، وما خرجت جامعة من متى اعتمد على نفسي من ذا الحين. درست صف رابع، بطلت الدراسة وجيت نشقي على أسرتي وأمي وأبي. وزير التربية والتعليم اليمني الذي أورد تلك الإحصائيات المخيفة حذر من أن عدم تأهيل ودمج هذا العدد الكبير ربما يقود إلى استقطابهم من قبل الإرهابيين والمتطرفين. ما لم يتم استيعابهم وإعادة تأهيلهم ووضع الأطر والاستراتيجيات والآليات والوسائل والبرامج التي تسعى إلى 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 تسريع التعليم بالنسبة لهم ودمجهم في العملية التربوية والتعليمية، وإلا نخشى حقا أن يتحولوا بعد ذلك إلى جيش يعني ينضم ويصطف إلى جانب الإرهابي والتعصبي وغيرها من 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 القضايا التي نسعى إلى محاربتها في إطار المجتمع اليمني. وعزى مدراء مدارس أسباب تسرب الأطفال من مقاعد الدراسة إلى غياب المقومات التعليمية المحفزة. هل تم توفير الكتاب المدرسي للطالب؟ هل تم توفير الكرسي؟ هل تم توفير المبنى الصحيح؟ هل تم توفير مجانية التعليم؟ هل تم توفير الأنشطة للمدرسة بحيث أن المدرسة تتفاعل مع الطالب على أساس يحد من عملية التسرب؟ وإجمالا، فقد اعتبر خبراء تربويون أن خصخصة التعليم قد وسعت الفجوة بين أبناء الفقراء ومدارس الدفع المسبق، كما أن الطاقة الاستيعابية للمدارس الحكومية جعلت الأبواب مغلقة في وجه نسبة كبيرة من هؤلاء. مع أن تسرب الطلاب من المدارس مشكلة ليست بالجديدة، إلا أن الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي يعيشها البلد ضاعفت من حجم هذه الظاهرة. عبد العزيز الهياجم، روسيا اليوم، صنعاء.